مد يده وصفع نابليون صفعة قوية قائلاً: معذرة يا بونابرتا، هذه ليست يدي، هذه يد الشعب. إنه الشيخ سليمان الجوسقي. ولد الشيخ سليمان الجوسقي في منطقة جوسق بمحافظة الشرقية. كان أهله طامحين إلى إلحاقه بالأزهر، ولما التحق الجوسقي بالأزهر الشريف تفوق في دراسته برغم أنه كان كفيفاً ولكنه قهر ظلام. كان الجوسقي على موعد مع القدر وقت أن اندلعت ثورة القاهرة الأولى ضد العسكر الفرنسيين في أكتوبر عام 1798، وعندما اشتد وطيس ضرب المدافع لجأ له العامة فطالبهم بالصمود وقال مقولته الشهيرة: إنكم بشر مثلكم مثلهم، فاخرجوا إليهم فإما أن تبيدوهم أو يبيدوكم. لم يقف دور الجوسقي إلى حد الخطابة، بل قرر أن يطوع العميان وطائفاتهم التي يترأسها، وجيشهم في جيش لمواجهة الغزو الفرنسي، حيث كان العميان هم حلقة الوصل والجاسوسية لصالح مصر، حيث كانوا ينقلون أخبار المعسكر الفرنسي لرموز المقاومة الشعبية في مصر وقتها. كما ساهم الجوسقي في إجراء كتيبة من العميان لإجراء عمليات اغتيالات في صفوف العسكر الفرنسيين. أخرج الجوسقي ما لديه من مال، وكان ثرياً واشترى السلاح ووزعه على الناس، ويحكي المؤرخون أن الجوسقي كان يشق القاهرة بحماره ليتفقد المتاريس والحصون ويتفقد احتياج المجاهدين للسلاح، ويأمر بإرسال السلاح والمؤن إلى الأماكن المحتاجة. وكان الجوسقي وراء الكثير من عمليات اغتيال العسكر الفرنساوية. علم نابليون أن الجوسقي هو كلمة السر في عمليات الاغتيال، فقرر إلقاء القبض عليه. حاول نابليون استمالته وقدم له العديد من العروض التي رفضها وقابلها بالاستهزاء، إلى أن قدم له العرض الأكبر وهو أن يجعله سلطاناً على مصر، فأظهر الشيخ قبولاً للعرض ومد نابليون يده إليه متنفساً الصعداء، وكذلك مد الشيخ يده اليمنى مصافحاً إياه، فكانت المفاجأة أن رفع يده اليسرى ليصفع نابليون بونابرت صفعة قوية على وجهه لا ينساها. وقد سجل الأديب الكبير علي أحمد باكثير هذا الموقف في مسرحيته الدودة والثعبان، وقال على لسان الجوسقي: معذرة يا بونابرت، هذه ليست يدي، هذه يد الشعب. فاستشاط نابليون غضباً وأمر بقتل الرجل وإلقاء جثته في النيل، ولم تفلح وساطة المشايخ لبونابرته، فتم إلقاء الجوسقي رحمه الله من فوق القلعة. رحم الله الشيخ سليمان الجوسقي، ورحم كل من دفع حياته حباً وإخلاصاً لهذا الوطن.